السلام عليكم شباب، معكم بشاكر. بما انه تم الاعلان قبل فترة لجزء جديد للعبة سونيك، حبيت اسوي هالفيديو ونتكلم شوي عن سلسلة وشخصية سونيك. مثل ما تعرفون، شخصية سونيك كانت الايقونة الخاصة لشركة سيجا، وقبل على ايام عز سيجا كان دائما ذكر اسم شخصية سونيك اذا ابن طاري سيجا، وصار من الشغلات المحفوظة بذاكرة لاعبين ومن علامات الجيمينج. وبوقتها سيجا نزلت شخصية سونيك لعدد من الاسباب، منهم ان الشركة كانت تبي شعار لها او شخصية تخليك تذكر سيجا لما تشوفها، حالهم حال نايتندو مع شخصية ماريو وشهرته الكبيرة في عالم العاب فيديو جيمز. طبعا شخصية كانت خلط غريب بين القفز، وهو الفكرة الاساسية لشخصية، وسريعة وشكل على رسم باباي ولون ازرق مايل لشعار شركة سيجا اللي الكل اتوقع عارفه، بس كانت تجذب فئة عمرية اكبر من ماريو وجذبت عدد كبير من اللاعبين جاهم. وحتى بوقتها صار الهايب على سونيك اكثر من ماريو، وللحين اتذكر سوالفنا بوقتها لما نزلت اللعبه واخذنا جهاز سيجا جينيسيس. اللعبه هي سونيك ذا هيدجهوغ، جابت نظام جديد للجيم بلاي وطريقه لعب وسريع مختلف عن كنا نشوفه، واللاعبين استمتعوا فيها ونجحت بشكل كبير، وكانت من الشغلات اللي مثل ما نقول عطت دفع قوي لشركه سيجا من ناحيه تقدمها وتصدرها في مجال فيديو جيمز. ومصمم الشخصية صمم الشكل هذا لأن كان يبي اللعبة يكون لها طابع السرعة، وحتى مصمم اللعبة يوجي ناكا كان يعشق شيء اسمه سوبر سبيد. اللعبة كانت تتطور بعد كل جزء ينزل، وكنا نشوف تحسينات كبيرة على الجيم بلاي، وبجزء ثاني مثلا ضافوا لاعبين على شاشة واحدة، وبجزء ثالث زاد الفكرة ان يد التحكم الثانية تقدر تحكم شخصية تيلز بالمود الرئيسي، وهذه كانت من احلى الاضافات لي. ومثل ما تعرفون سونيك ما فيه نظام لاعبين بالمين جيم، بس الحركة هذه الشخصية الثانية كانت تقدر تساعد اللاعب الأول بشغلات كثيرة، ويعني مثل واحد من مميزات تيلز إنه يقدر يطير، فكان يمسك سونيك ويوصل لأماكن وصارت صعبة بالنسبة لسونيك. من مميزات سونيك وبقتها إن تصميم المراحل كان إبداع، واهتموا المطورين بشكل كبير بالناحية هذه. وحتى اليومنا إذا ما كنت لاعب سونيك قبل جربها، وراح تشوف الإبداع بتصميم المراحل حق لعبة كانت نازلة سنة 1991. الساوند تراك الخاص باللعبة كانت تعتبر مفضلها اليومنا هذا، ولما نزل سونيك على سيجا سي دي صار أفضل من قبله من الناحية. سيجا قدرت أن تفوق بشيء بسيط على نتندو بداية 92 لما سوت بندل أنك تأخذ لعبة سونيك مجانا مع الجهاز، وهذا كان يعتبر انجاز لسيجا انها قدرت تفوق على العملاق الاحمر وحتى لو كان لفتره بسيطه. سلسله سونيك كانت ماشيه صح واجزائها كانت حلوه، وصدق ممكن ان شعبيتها تكون قلت شوي، بس هم السلسله كانت حلوه الى ايام دريم كاست. وطبعا استبعد الاجزاء اللي نزلت على سيجا ساترن لان الشركه كانت مستعيله ومضطره انها بسرعه تنزل اجزاء سونيك، لان بي اس 1 كان مسيطر وقتها وناتندو كانت على وشك انها تنزل جهازها ناتندو 64. بس بعد ما سيجا تركت صنع الأجهزة وقامت تنزل سلسلة على أجهزة ثانية مولها، شفنا انحدار كبير للسلسلة، وكل جزء كان ينزل يطلع أسوأ من اللي قبله، وكان سيجا كانت بس تستعمل اسم اللعبة مو هام الكواليتي اللي تقدم باللعبة. وجزء بعد جزء شفنا السلسلة قامت تختفي، وحتى وصلت مرحلة بالنسبة لي إني ما قمت أشتري ألعاب سونيك لما تنزل، وقمت أحس إن الشركة قامت تحلب السلسلة وتنهي على شخصية سونيك بالنسبة لي كان لها معي ذكريات جميلة. سيجا على ايام عزها، وانا اعتبر لي دريم كاست كانت مثل ما يقولون من الشركات اللي تجازف وتدفع مبالغ هايله بس علشان تصدر، وما حد توقع خصوصا الجيمرزيه القدامى ان سيجا راح تطلع من سوق صناعه الاجهزه وتكتفي بالعاب كواليتي ضعيف وعلى اجهزه ثانيه. والحين بعد ما اعلنوا عن جزء قادم قلت يمكن نحصل سلسله ترد لنا بكامل قوتها مثل ما عرفناها، بس ما بيتفائل وتنزل اللعبه حتى اسوأ من الاجزاء اللي قبلها. بس صراحة أتمنى هالشيء ما يصير، لأن بالنسبة لي وحق لاعبين كثر أن هذا آخر أمل حق ردة سونيك، وهالمرة الجزء القادم راح ينزل على الأجهزة الحديثة وهم الإكس بوكس 1 وبيس 4 والإنكس. شو رأيكم عن آخر إعلان سونيك؟ شو نتوقعون أو برأيكم شلون بيكون نظام اللعب؟ وبالأخير أتمنى يكون عجبكم الفيديو البسيط الخاص للعبة سونيك، ويكون عجبكم يا محبين السلسلة. وبالأخير لا تنسون تساعدونا ببلش القناة عن طريق ضغط زر الشير واللايك ومتابعة القناة. يعطيكم العافية ومع السلامة.